يقول سوف أتوجه إلى المدينة المنورة إن شاء الله، وأوصاني صديقي أن أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أفعل؟ سبحان الله، هذا خلاف السنة. السنة أنك تصلي عليه في أي مكان ولا توصي أحد. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رضي الله عنه رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عندها، نهاه عن ذلك وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني ما هو تردد على القبر أو توصي واحد يسلم لك على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت صل عليه وسلم في أي مكان يبلغ ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني. نعم.